ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو مثير يظهر مركزا صحيا بمدينة مراكش وهو خالي من الأطر الطبية والموظفين بعد 48 ساعة فقط على تدشينه من طرف الملك. ويظهر في الفيديو الذي قال صاحبه إنه يوثق من داخل المركز الصحي بعد 48 ساعة من تدشين الملك له سيدة رفقة بعض المرضى الآخرين يشتكون من غياب الموظفين والممرضين وغلق أبواب المستعجلات في وجوههم. كما أكد مصور الفيديو أن بعض الأجهزة والأدوية تم تحميلها من المركز الجديد ونقلها إلى وجهة غير معلومة تاركا المرضى في حيرة من أمرهم. وظهر في الفيديو أيضا مجموعة من الأشخاص الذين قالوا في شهاداتهم إنهم لم يجدوا من يتحدثوا معه من الأطر الطبية، من بينهم سيدة كانت تعاني كثيرا بسبب آلام أصيبت بها حسب ما يظهر في الفيديو. من جهتها استنكرت وزارة الصحة بشدة ما وصفته المغالطات التي وردت في شريط الفيديو حول المركز الصحي الجديد الملاح بمراكش، وأكدت حقها في متابعة مصوره قضائيا. السلام عليكم ورحمة الله. هذا شنو سيدنا تقريبا هادي شي 4 ايام ولا 5 ايام، شي 5 ايام هادي هانتوما الاستقبالات كيف ما كتشوفوا، ما كاين لا استقبالات لا مولاي بوه. هانتوما كتشوفوا السبيطار ما عندوش تقريبا حتى سيمانه باش خدام. انتم ما كتشوفوا، سبحان الله ونعم الوكيل. الشهادات شنو سيدنا ما كاينه حتى 3 ايام ولا 4 ايام الناس تعاني، ما كاينش اللي تافه هنايا السبيطار شنو الملك ما كاينه حتى 3 ايام هادي ولا 4 ايام، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين لا طب ما كاين لا شي حاجه والو. من هذا الفيديو هذا ان شاء الله يتبارطاج على اوسع نطاق باش يوصل المسؤولين. وصل سيدنا ان شاء الله الناس ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين لا استقبال ما كاين لا طب ما كاين حتى شي حاجه، وعاش الملك. شي شهاده الاخ شنو كتقول اخويا؟ والله يا اخويا الا خرجوا الدواء مع الصباح كلشي خرجوه. قاعه المستعجلات انتم كيف ما كتشوفوا قاعه المستعجلات هي مسدوده والناس طايحه على برا، والدواء تخرج الصباح في الكوارتن كارتونات ديال الدواء خرجوا الصباح، فين مشاو الله اعلم. قاعه الفحص كارتونات ديال الدواء خرجوا مع الصباح، هاد الناس اللي تيقولوا ولكن فين مشى الدواء الله اعلم. نورمالمون تواجبوا سيدنا انه يتفرق على الفقراء وعلى المحتاجين وعلى المعوزين، ولكن هاد الناس هادو داروا حتى جات سيدنا ومشى في حالته تهز الدواء وتهز كلشي حسبنا الله ونعم الملك. كيف ما كتشوفوا هاد السيده مسكينه هي مرميه هنايا، ما كنت حتى تهضر على فما عنده حتى 3 ايام باش تشنو سيدنا، ما كاين اللي يتافى هي مسكينه كتبكي حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل هادشي اللي غادي نقول، هادشي اللي غادي نقولوا. الصباح تخرجوا الكوارتن ديال الدواء من هنايا، تخرجوا في ترونبورتورات فين كانوا غاديين بهم الله اعلم. حتى شي مسؤول ما بيهضر معانا، حتى شي واحد ما بيهضر معانا في هاد الناس هادو، حتى شي مسؤول ما بيهضر معانا. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.